والكرة للثاني يضرب الكرة حطها يا بكير العب كرة الثانية يا بكير الثانية يا بكير الثانية يا بكير دير يا بكير دير ونحن وراك بالبندير. سعد بقير قصة لعب أبكته الجماهير غضبا عليه فأبكاهم فرحا واعتزازا به. رجل النهائيات صاحب السعادة يا سعد اللي عنده سعد، الكلها أوصاف قيلت في بقير مدحا وثناء من أوفياء الترجي ومن معلقين أثنوا على قيمة الفنان سعد. ممكن نضيفولها غزال الصحراء نسبة للجهة اللي جاء منها صاحب الرجل اليسرى الذهبية من تتاوين في الجنوب التونسي. من هنا بدأت الحكاية سنة 2007 وفي عمر 13 سنة توج مع المدرسة الإعدادية حي النور ببطولة تونس للمدارس مع المدرب زهير بن عمر. خلال نفس الفترة البس مريول اتحاد تتاوين في صنف الأداني باش يتم الحاقه بعدها بالمنتخب الجهوي للجنوب الشرقي في مدينة قابس. سعد كان يرجع كل نهاية أسبوع لخوض المباريات مع اتحاد اليوم في يوم من الأيام وفي مباراة أمام الجار اتحاد بن قردين في ملعب حي المطار وإلا بالمسمى جديد ملعب 7 مارس وفي مقابلة بين الجيران أحضرها وقتها مدرب اسمه محمد الجلاسي انصح به الملعب الجيبسي وهذا ما تم بالفعل. تم انتدابه في عمر 15 سنة فقط والحاقه مباشرة بالفريق الأول. بقير عاش النجاحات طيلة 6 سنوات في عاصمة الحنام عسطيدة لنوصل للعب نهائي كاس تونس لأول مرة في تاريخ النادي سنة 2015 أهلت بعدها الفريق باش يلعب كاس الكاف. لكن سعد اختار الرحيل للترجي الرياضي التونسي رغم العروض الموجودة وقتها من نجم الرياضي الساحلي. الترجي الفريق اللي حقق معاه كل شيء النجومية والشهرة وخاصة الألقاب والتتويجات ومن العام الأول توج مع شيخ لندية التونسية بكاس تونس كما كان بطل الدوري مرتين. بقير هو رجل النهائيات بامتياز لأنه هو من قدم كشخة للفوز بالبطولة العربية من أرض النيل سنة 2017 بثنائية في مرمى الفيصل الأردني. بعدها تراجع مردود سنة ألعاب طريق باب سويقة لينخلى فئة من جماهير الفريق يوم 7 فيفري 2018 تحاول الاعتداء عليه خلال أحد الحصص التدريبية في ملعب الشاد لزويتن وفما حتى شكون طالب بالتفريط فيه. بكى سعد وقتها وحس بالظلم مش غريب في الحقيقة في زمن النكران وعصر الزهايمر. البكاء هذا اتحول بسرعة الفرحة تاريخية في عام المئوية تحديدا يوم 9 نوفمبر 2018 اليوم التاريخي يوم الفوز بدوري أبطال أفريقيا قدام الأهلي المصري. مع ترسانة هجومية يمتلكها الترجي فيها البدري والهوني والبليلي ومع معين الشعباني القى حظه بشكل كبير واليوم أصبح ركيزة أساسية مع تألق كبير برشا كان آخرها قدام الجار الجزائري شباب قسنطينة في دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. اليوم سعد يطرق أبواب المنتخب من جديد لعل جيرس يستجيب.